في حاجة بمتى الإنجيل مش شارب واضح، بس مرات كثير إحنا بنناقش، إحنا ما عنا أرضية، شو بكلنا الغير هو بيكون أقوى منا. متى 28 أجا عليه بيقول فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. هذا للصغار. للكبار شو بيقول؟ وعلموهم أن يحفظوا جميع ما وصيتكم به. يعني في معمودية للطفل، بنحط له شباين، هذا الولد أبوه أمه والمدرسة والكنيسة وشباينه، هذول مسخرين علموه. أما الكبير اللي بده يدخل المسيحية وعلموهم، يعني أنا ما بقدر أشد واحد زي الأخ شاب وكله تعارف عمد له مش مسيحي ومن غير ما علمه، لازم أعلمه من شان يقدر يقبل بقلبه هذا المعمودية. فلذلك كل من ادعى أن المعمودية لازم تكون كبير هو على خطأ، وإحنا عايزين المعمودية نصالح مع الله، وعايزين المرون من شان نثبت مسيحيتنا بالروح وننمو فيه، وبالتالي إحنا بعايزين هذه الأسرار بكل قوانا فيها. في رسالة يوحنا مش مذكور إنه عن الموضوع الطبخة هاي اللي بيسووها. لا لا، ما هو قال لك مسحة. هلا فهمني، هلا في أشياء أنت بدك تعرفها. يعني مثلا أنا بقول لك راح ذهب التلاميذ ليبتاعوا طعاما، يعني ممكن راحوا بلا مصاري لما كان المسيح في السامرة؟ معهم مصاري. هلا المسحة معروف، مش الزيت. الزيت في رسالة يعقوب، بس كانوا الملوك يمسحوا بزيت، هذول بزيت هذا بالعهد القديم. وللمرضى احنا عندنا المريض مسحة الزيت. شوف معليش، رسالة يعقوب، وين رسالة يعقوب؟ ساعديني شوي. موجود أحد بينكم فليدعو شيوخ الكنيسة وصلوا عليه يدهنوه بزيت باسم الرب صلاة الإيمان تشفيه. والمسيح لم يمسح بزيت كما كان ملوك. روح الرب كيف تنبه ملاخي؟ روح الرب علي لأنه مسحني. يعني المسيح حسب النبوات كمان وارد أنه حينمسح بالروح القدس وليس بزيت، اللي هو احنا بنسميه بارون في الكنيسة. طب هلا الإنسان اللي في روح قدس لكنه صار معه خطية، يعني عمل خطية، هل الروح القدس بتغادره ولا بتطفي؟ يعني هاي صار في خلاف بيني وبين واحد، يعني قلت له الروح القدس هو شبه بالنار، ممكن النار تطفي لا تخمد الروح، لكن انها بتغادره كليا ما. إذا الإنسان استمر بالخطية ومتابش عنها ما عنده روح قدس. لا تحزن الروح القدس لئلا يفارقكم. يعني بتركوا بروح، هل هو بصير بحاجة لمارون كمان مرة؟ لا، في الحالة هذه المارون برضو لا يعاد إلا في حالات الارتداد الكامل على الكنيسة. يعني واحد أرثوذكسي صار وثني أو غير طائفته، لما يرجع بعطور روح القدس قوة كمان إله اللي هو المارون. أما إذا إنسان عنده خطايا بيوعد بالتوبة وبيتوب والله كريم. يعني المهم الروح القدس ما بتركش نهائي. الروح القدس إذا أنت ما بتكون في الأعمال الصالحة إلى حد ما طبعا وتطلب الإعانة من الروح القدس بفارق في الروح القدس، حتى لا تحول الخطايا دون انحدار روحك القدوس. الخوري يصلي على الماء، مطلب من الله يسامحه كخوري كمان يجي الروح القدس، وهذا مضبوط يعني لأنه مشان الشعب بيجي الروح القدس لو كان الخوري خاطئ. يعني طب هلا بالنسبة للخوري الخاطئ، إذا كان الخوري خاطئ ومثلا كلل اثنين بتكللوا وبعمد وبصير، ليش؟ لأن الروح القدس ما بيجي مشان الخوري، بيجي مشان هذول المؤمنين اللي تكللوا أو تعمدوا أو كذا للسر اللي قام، ما له علاقة الخوري فيه. أنا هذا كان جوابي بس هو
وواحد ضد الكنيسة الرسولية مو مع مجالي. آه بقول لك لا. اتهم النخوري قال جدف قال يعني سبق ربي يعني قال فكيف واحد زي هذا بده يكلل الناس مثلا يتكلم بكل لأنه استبعد طبعا النخوري يسب الرب يعني لأنه هو هذا ممنوع وخطيته كبيرة. ولكن في تكملة الأسرار مش من شأنه السر بده يتحول، من شأن هذا اللي بده جاي المؤمن. بعدين المسيح كان الله، شو كان بيقول للي بده يشفيهم؟ أتؤمن إني قادر أن أعمل لك هذا؟ تؤمن إذا كل شيء مستطاع لدى المؤمن. يعني الصلاة لأي سر أو لأي مريض أو لأي كذا غير مرتبطة بإيمان الخوري بل بإيمان اللي جاي. يعني ممكن أنت تيجي تعمل كليل أنت عندك إيمان أنه في روح قدس وفي بيت يكون كويس وفي أولاد صالحين، أنت بتأخذ عنيتك. كيف الخوري له حساب ثاني مظبوط شديد، ولكن بحل الروح القدس من شانك كمؤمن في القربان في الزيت في كل شيء هو لأجل المؤمنين.